الاتحاد الألماني لكرة القدم جدد الثقة في هانز فليك المدير الفني للمنتخب الألماني خلال الفترة اللي جاية، رغم الإخفاق والخروج المبكر من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في قطر. وأكد رئيس الاتحاد الألماني بعد الاجتماع اللي عقده مع مدرب المنتخب، قال: نحن جميعا مقتنعون بأن بطولة أوروبا 2024 في بلدنا هي فرصة عظيمة لكرة القدم لجعل هذه البطولة ناجحة. لدينا ثقة كاملة في هانز فليك وسوف يتقن هذا التحدي مع طاقمه. ومن ناحية تانية علق مدرب منتخب ألمانيا وقال: أنا وجهاز التدريب الخاص بي متفائلون بشأن البطولة الأوروبية في بلدنا. نحن كفريق يمكن أن نحقق أكثر بكثير مما أظهرناه في قطر. منتخبات إنجلترا والبرتغال اتصدرت قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف خلال فعاليات بطولة كأس العالم بواقع 12 هدف لكل فريق، وده بعد ما حسم الثنائي تأهلهم للدور ربع النهائي من المسابقة. بالرغم من إقصاء منتخب إسبانيا من البطولة، إلا أن الماتادور بيحافظ على سجله التهديفي كثالث أفضل منتخب بيسجل في المونديال 9 أهداف. فان دايك مدافع منتخب هولندا أكد أنه مش قلقان من مواجهة الأرجنتين في اللقاء اللي هيجمعهم بكرة في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العالم. وقال فان دايك في المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين: عملنا اجتماع بخصوص المباراة اللي مستنيينها وبنتدرب بجدية وهنكون مستعدين لمواجهة الأرجنتين. ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين اتصدر بإحصائية مميزة في 2022 مع التانجو بعد التأهل لمنافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم. ميسي شارك في 4 مباريات مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم وسجل 3 أهداف وصنع هدف، وبكده بيوصل ل 14 هدف مع التانجو في كأس العالم. كمان ثلاثي الناري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي هداف الديوك وليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين ونيمار دا سيلفا أيقونة البرازيل اتصدروا المشهد الكروي في دور 16 من بطولة كأس العالم بعد ما قادوا منتخبات بلادهم لربع نهائي المونديال. كمان كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا اعتلى قائمة هدافي كأس العالم 2022 قبل مباريات الدور ربع النهائي واللي هتنطلق أيام الجمعة والسبت. بيتصدر مبابي مهاجم فرنسا القائمة برصيد 5 أهداف، وهو متفوق على راموش مهاجم البرتغال وريتشارلسون مهاجم البرازيل وبيكايو ساكا لاعب إنجلترا وليونيل ميسي مهاجم الأرجنتين وألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا وماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا. ديكلان رايس لاعب خط النص الدفاعي غاب عن تدريبات انجلترا استعدادا لمواجهه فرنسا في ربع نهائي كاس العالم، واكدت التقارير ان ديكلان لاعب المنتخب الانجليزي غاب عن التدريبات الجماعيه بسبب المرض. إيدن هازارد لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أعلن اعتزاله لعب كرة القدم دوليا بشكل رسمي، وده بعد إقصاء منتخب بلجيكا خلال منافسات كأس العالم. ونشر رسالة على حسابه على الإنستغرام وقال: اليوم تغلق صفحة، أشكركم على حبكم وعلى دعمكم اللامتناهي، وشكرا على السعادة اللي اشتركناها منذ 2008. قررت إنهاء مسيرتي الدولية وأعتقد إن الجيل الثاني أصبح جاهز. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قدم التهاني للمنتخب المغربي على التأهل التاريخي لربع نهائي كأس العالم قبل موقعة البرتغال التاريخية في دور الثمانية. ونشر حساب الكاف على تويتر تغريدة جه فيها: أمسينا بليلة تاريخية وأصبحنا على حلم بالتأهل لنصف النهائي، يوم لن يمحى من ذاكرة المغاربة بالعبور لربع النهائي. ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا قال إنه حزين حزن شديد بسبب الخسارة من المنتخب العربي المغربي وخروجه من دور 16 لبطولة كأس العالم، وأكد إن حلم البطولة انتهى بدري وبطريقة مؤلمة، وإنه هو وزمايله قدموا كل حاجة لإسعاد بلدهم. وكتب موراتا على صفحته الرسمية على الفيسبوك: نحن آسفون بشكل خاص لملايين المشجعين الذين دعمونا في قطر وإسبانيا، وأيضا لعائلتنا الذين هم دائما في الأوقات العصيبة. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع شاذلي وجمانة. شكرا كرامية، شكرا جزيلا.